اخوتي غنوريكم الفصه والاثمنه ديال الفصه تبارك الله. والفصه اخوتي مليحه وجايه من الفقي بن صالح. هاد الفصه اخوتي راه قلبتها تبارك الله، عرفتي البالا ديال السلك ومدروسه مزيان صراحه. هي غنسولو مواليها، ومواليها راه من الفقي بن صالح وتعرفونا. والله الله يجازيهم بخير، كيتبعوني في القناه ديالي وكيعرفوني وشاركوا معكم. السلام عليكم خويا، كي داير المرضي؟ مزيان، تحياتي لك وتحياتي لوليدات الفقي بن صالح، وتحياتي لولاد خريب قوا ولاد ولاد مرح، وتحياتي للمغاربه كلهم اللي تيعيشوا في اوروبا. الله يحفظك، راهم كيتبعونا وراهم عزاز علينا، وانا كنوصل لهم تحياتي من سوق سطات. الله يحفظك. قول لي شحال دايره الفصه خويا؟ نعم كاين 14 كاين 15 وكاين الات اللي فيها 16 اخوات. اي راه قال لي 16 ودابا 16 15 و50 دابا السلعه. نعم السلعه الميزان دابا من 20 كيلو الفوق. نعم كانت عندي السلعه 16 ميل. الصراحه راه قلبت البالا خويا، البالا راه بلاندي. لا بلاندي وبضروبه في السلك ومدروسه ما كاينش. 25 كيلو 22 25 من 20 الفوق اللي فيها هاد العبار الكيلو. شوف تبارك الله، شوف شوف تبارك الله الطونوبيل خوات تبارك الله، حيت عنده المليح وراه حتى الفلاحه حرف اخوتي كيقلبوا على الفصه اللي تكون جوده. انا ماشي كنشكروا الناس كتقلب على الجوده. شوفوا البالا كي مضروبه تبارك الله. هادوك 8 البالات هما اللي بقاو، هاد 8 هما اللي بقاو وهادوك مبيوعين تبارك الله. ما عندي ما يتسالكم ما خايف. الناس كتقلب على المليح في اي حاجه كتبغي الناس المليح. تبارك الله البالات عندك زينين اخويا. انتم اخوتي هادشي راه باع وبقاو له غير هاد الثمانيه اللي مليح، كلشي تباع تبارك الله. نيلو انتم اخوتي الفصه الكاميونات مازالين، هو مسكين باع بقاو له هاد الاربعه الثمانيه بحيث الجوده كتباع اخوتي. وانا براسي كون كان قريب حدايا ندي منه هادشي اللي بقى. النيلو الله النيلو تبارك الله، نيلو رقيقه رقيقة سلعة وزينة. والله يسخر لك المرضي، الله يجيبك التيسير. وتحياتي لولاد الفقي بن صالح. وشاو حتى ولاد مرح راهم عزاز عليا والمغاربة كلهم. كلهم اللي تيعيشوا هنا واللي تيعيشوا في أوروبا الله يعمرها دار الصراحة. هي تبارك الله أنتم أخوتي. وهي اللي خوات، هي اللي خوات. والله يسهل عليكم. أشوف المليح راه كيمشي. وتحياتي الدراري ولاد قراقرة. اشوف الله يعمرها دار القراقره كيتبعوني الله يجازيهم بخير تبارك الله خوتي. السلعه خوتي مازال والله يسهل على مواليها. والله يسهل وجيب التيسير، الله يجيبك التيسير. اما خوتي راني ما عطيتش حقا النمره، غنجبد لكم النمره ديال مولاها. قول لي اخويا النمره اللي يسهل عليك. واخا اخويا مرحبا. نعم 06 44 28 88 34. هانتوما خوتي النمرة ديال هاد الأخ هذا اللي بغى الفصة في الفقي بن صالح ولنا واحد اتصل به، ياك مازال لك أخويا؟ مرحبا مرحبا مرحبا. هانتوما النمرة هي هادي اللي عطاني الأخ واتصلوا به، راه عنده فصة زوينة وتبارك الله راه باع، بقاو له غير هاد الثمانية هادو. الله يسهل عليك أخويا، الله يسهل وجيب التيسير. الله يحفظك خوتي. هادي الشودية الدرا، كاميونات ديال الدرا الشودية. الله يبارك، هادي راه مدخلة أخوتي ديال السوق، كلهم هادو كاميونات ديال الشودية الدرا. هاهي الرموكات والكاميونات ولا تجي الفصة. هذا راه سوق سطات اخوتي تبارك الله ما شاء الله.